اليوم التنظيم ديال المنتدى الطالب في محل الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وواحد الحدث جد مهم بالنسبة للتكوين ديال الطلبة المهندسين والبياطرة، وهي تجربة للتنظيم وللانفتاح على العالم يعني المهني وعلى المحيط الاقتصادي للطلبة، وكذلك بالتعريف بالمعهد والمكونات ديال المعهد وكل الدور اللي كيقوم به فيما يخص يعني التكوين ديال الطلبة، ولكن كذلك في الجانب ديال البحث والابتكار في القطاع الفلاحي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة هو المكون الأساسي للمنظومة ديال التعليم الفلاحي في بلادنا، واللي هو متعدد الاختصاصات، كيكون المهندسين الزراعيين في كل الاختصاصات، وكذلك الأطباء البياطرة، المدرسة الوحيدة ديال الأطباء البياطرة في بلادنا، ولعب واحد الدور مهم جدا في التحديث ديال القطاع الفلاحي بصفة عامة، وكذلك في التهيئة ديال المجال القروي والمجال الفلاحي. تقريبا 60-70% من الأطر العاملة في القطاع العام كتجي من المعهد، وكذلك اليوم عدة أطر اللي كتنشط في يعني كتنشط كفاعلين في القطاع الفلاحي وكمنتجين وكمصنعين. ففي إطار استراتيجية الجيل الأخضر المنظومة ديال التعليم العالي الفلاحي غادي تلعب واحد الدور جد مهم الى جانب يعني المعهد ديال البحث الزراعي فيما يخص الابتكار وفيما يخص البحث وفيما يخص تكوين الخبراء من جيل جديد، واللي هما اللي غادي يعني يجيبوا الحلول لهذه التحديات الجديده ديال التغيرات المناخيه وهذه التحديات الجديده ديال الازمات واللي كيمر بها يعني العالم الفلاحي بصفه عامه، ماشي غير في بلادنا ولكن على الصعيد الدولي.